نرحب الآن بضيفنا الثاني في هذه الساعة، الأستاذ فرانسوا دوروش، وهو رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود من باريس. سيد دوروش مساء الخير، وأشكرك للانضمام إلينا في هذا الملف المهم. فيما يتعلق بمذبحة رابعة، من خلال متابعاتكم، أين وصل مسار العدالة والملاحقات المتعلقة بكل من ارتكب تلك المذبحة؟ السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. على ما أظن أريد فقط أن أعلق على ما قاله ضيفكم الكريم قبل قليل. لا يعني أزعجني عندما الإنسان يقول هنا في فرنسا ممثل يقول لا يوجد إنسان أكثر أعمى من الذي من الإنسان الذي لا يريد أن يرى. إذا كان الإنسان لا يريد أن يرى فهو طبعا يكون أكثر من الأعمى، وعلى ما أظن كان ضيفكم الكريم أكثر من الأعمى. على كل حال الأطراف المتورطة طبعا تتحدث على بندر من السعودية آخر متصل. نعم تفضل. طبعا الأطراف المتورطة هي في مشكلة في مصيبة فض رابع العدوية هي السلطات المصرية مجتمعة بصفة عامة، ولكن على الخصوص عبد الفتاح السيسي الذي يتحمل مسؤولية فض رابعة، وإن كان القرار وقعه كما تعرفون هشام بركات. طبعا هذه الجريمة لن تنساها الذاكرة البشرية مهما طالت مدتها، لأن جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا تطويها الشهور ولا السنين، وإنما ستبقى وصمة عار في جبين كل دول العالم الحر التي انزعجت اليوم من انقلاب النيجر على رئيس منتخب ديمقراطيا، ولم تنزعج على انقلاب في حق رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر. وهو أشكرك سيد دوروش لهذه المقارنة على الأقل في جانب يعني الحدث، ورغم أن انقلاب النيجر لم تسل فيه الدماء طبعا، وانقلاب مصر سالت في دماء غزيرة، هناك من يقول يعني في حدود 1000 ضحية، وهناك من يصل إلى أكثر من ذلك بكثير. 1700 أكثر من 1700 ضحية في هذه، عندنا الأرقام على جريمة فض رابعة العدوية. وجريمة فض رابعة العدوية هي التي تمت كما تعرفون على المباشر، وغطتها القنوات الدولية تحت صمت دولي رهيب. أليست الدوافع التي حركت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لتنديد بانقلاب النيجر هي نفسها التي يعني قائمة في مصر؟ وبغض النظر عن كل هذا، أليس من قتل في ساحة رابعة العدوية أليسوا من فصيلة البشر؟ ألا يعتبر ذلك؟ طيب سيد دوروش، أنا أود أن أسألك أيضا، وأنت من باريس، على الأقل الرد على بعض الأصوات العربية التي تقول هناك تقرير قال بوجود أسلحة هناك، لا أدري صور هناك، هل وصلتكم مشاهد أو شهادات تثقون فيها بما لا يدع مجال للشك بأن كان هناك بالفعل سلاح في الميدان، واستخدم هذا السلاح أثناء الهجوم على المعتصمين؟ أول شيء هذه خرافات تأتي مباشرة من السيسي. أين التحقيقات الدولية التي نادى بها خبراء في الأمم المتحدة؟ لو كان هناك أسلحة لكانت هناك تحقيقات دولية حتى نثبت أن هؤلاء الناس كما يقول ضيفكم إخوانجيين، وهذا الأمر غريب جدا. وخبراء في الأمم المتحدة وكذلك في كل المنظمات الدولية الآن لا يوجد عندنا أي شيء، لأنه لا توجد براهين إثباتات أن تقول أن الأسلحة استعملت. وهناك نعتبر أن تعرفون أن مسار العدالة لم يفتح الآن. أقول هنا أنا سمعت أن لا يوجد هناك مصادر العدالة ولا لم نحاكم من فتحوا في من فعلوا هذا في مصر. أنا أقول طبعا هناك إجراءات قضائية مهمة جدا قد تمت في عدد من البلدان الأوروبية. هذا ما أردت أن أختم به معك، ويا ريت تختصر لي هذا الموضوع.
ماذا بخصوص الملاحقات خارج مصر إلى أن تتاح الفرصة في داخل مصر؟ في أقل من دقيقة سيد دروش لو تكرمت. هناك إجراءات قضائية مهمة قد تمت في عدد من البلدان الأوروبية، ففرنسا وحدها هناك 4 قضايا أمام القضاء الفرنسي في إطار ما يصطلح عليه الاختصاص الولائي الشامل، فهناك دعوة ضد السيسي ودعوة ضد المدعي العام السابق هشام بركات ورئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وهذه الدعاوى تقدمت بها منظمة AFD الدولية لحقوق الإنسان، واحدة منها هي الآن تحت أنظار المحكمة الأوروبية وستثبت فيها في الأشهر القليلة القادمة. السيد فرانسوا دروش رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، كنت معنا من باريس، أشكرك جزيل الشكر.